خلى الجهاز ذاك واوضح. دقيقة انا بغير. حقت الهوك حلوة تساعد بسرعة. مدري اشيلها ولا. البلد حقي حلو يا ولد. بس مدري اغيره ولا. اذا حلو لا طيب. والله حلو. لا طيب. لازم ما تموت، لازم ما تموت اول شيء بس. ثانية واحدة بعثكم سريع. يلا. لا تموت اول شيء مو. شدينك ايش رايك يا ولد بهذا البيرك اللي حاطه انا اللي يزيد 100% سرعة الهيل. انت فنان، انت فنان ما لك كلام خلاص. والله حبيب والله ضبط. تعلم علي، تعلم خطتي. قلت لك قاعد نمشي على حسب الخطة صدقني، بس ما سمعت كلامي يا فهد. قلت احنا قاعد نمشي على حسب الخطة. انت فنان. والله يقول لي انطر لا تساعد شدينك، انطر شوي ولا والله ساعد على طول. والله لا 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 والله ساعد بناتي. شوف شوف انت مستوى تفكير جزمة قوة عقلك نفس هذا مدرب تشيلسي. كفو 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 جوي وتشيلسي انا فريق المفضل. يا حبيبي وش يقول لي اسمه وش يقول لي؟ يقول خلي ابو ناجي لا تساعده. اقول والله لا ساعد ابو ناجي على طول يا حبيبي، خسي يعلق ابو ناجي هذا. لا اتكلم عن الناكمة بعد. الناكمة يبطل الناكمة. الناكمة ايش فيك انت؟ طلعنا ون بيس على الفاضي. الناكمة الناكمة صدق انت اسمه النكمة. نكمة. اقسم بالله اتكلم انجليزي ورب الكعبة اتعلم انجليزي الحين يا ويلك عزوز. شي يكون هم السالفة هذي فجأة بسم الله شنو صار؟ منو قال لك انجليزي سيء؟ يا سولف انجليزي وشدينكي والله قال لي علمني قال قبل شوي قال والله انجليزيك تطور تنسى انا باك يا ربع باك حمست. ايش رايك ابو نوم؟ ايش رايك بانجليزي حاليا؟ لا ديش دورة والله صراحة مستوى ليفل ليفل كفو ما لا تحق لي الحين انت ليفل 3 المفروض اصير مدرس انجليزي مو رياضيات يا ولد كان المفروض كهرباء 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 حق ناس ليزي يا ولد ما حد والله ما اقدر اقول لا بصراحه كلام واقعي بصراحه صح معاشي نفس معاشي بزق رياضيات وامتحانات ومعانا ويرفع ضغطه وانا قاعد مريح فرقة هذا مستر بالمنطق لما يتكلم لا اي منطق حبيبي لا بالعكس على حسب الشخص انا احب اتعب ويحب يتعب يا اخي اشوفك تحطم ستورياتك حيل انا الفراغ يخليني اسمع على الفراغ يخليني امتي على الفراغ يعطيني تفكيرات سلبيه يا ولد اللي ما يبي يعطيني تفكير ايجابي في واحد ترى مو حاط ردي فيكم ما هي متعب هي بس بدي قاعد يسبح الصبح بس ايوه يا ولد خل عزيز داوم بس خل عزيز داوم بس عشان دق عليه الساعة 7 الصبح بس خلاص باقي مو لو ان شاء الله داوم يصير والله يا ابي ناظر طماع استغفر الله عزاز يلا يلا تفضل بسرعة خل ندق عليك الصبح يا ولد 7 الصبح ها والله دق عليك الله يلا توظفه خلصنا انا هذا توظفه وتكلم صيغة الجمع لا انا كم واحد شكلي شكلي نسخه يلا عادي توظف ان شاء الله بتوظف الحين ان شاء الله تصير طيار نسوي مكالمه الصبح نفس اخر مره ابو نادي ابو نادي نسوي مكالمه الصبح نفس اخر مره يا ولد اي كنا قاعد نسوي سيارات وحركات كنا قاعد نسب المرسيدس ايه لا لما تخلصون مشاويركم انت وش اسمه؟ شنو؟ شنو؟ انت وعزيز مشاوير شنو؟ لا اليابان ايه اليابان ليش فيها؟ تسافرون اليابان؟ تسافرون اليابان؟ الحين والله من لو حساب اليابان؟ الموضوع
خلاص عزيز جافين العيد يا ولد خلاص عيني شكبر يا ولد منو عدون عزيز عزيز تروحون اليابان تاكلون رامن سوشي سوشي يا ولد سوشي بخاري يبدش بحلج الحية شنو؟ تاكلون تاكلون ها هناك تاكلون اكل ياباني يعني لازم اكل ياباني هناك تحب اليابان عزيز ايش السالفة؟ لا ترى دير بالك ترى في اكل ياباني ما يجوز ها دير بالك عزيز تحب اليابان في بخاري في بخاري ايش السالفة؟ بلش بلش الجيم بلش الجيم رضعت في بخاري في اليابان واحد لا تتكلم الحين انت الرضايع ارحب عزيز وراك انا لا لا القاتل يا القاتل يا وينه وينه من من القاتل عبدو لو قلت كونن ايه والله في مدينة كونن هناك مو جوني يا ولد مو جوني يا ولد زفت مو تعال مو تعال تعال في يمني وكيه مو كيه مو مو كيه تخسي وشو والله قريت كونها احسن لا هناك والله تكتشف تلزقت بناروتو الحين ها؟ وينك التلزق؟ فانز يا ولد فانز زمان لازم يكون فانز زميل يا ولد انا زمان فانز طالع من باروتو اخر شيء وكل شيء كفو كفو والله متحمس بعد يعطيني مواعيد ال يا ولد نكمل كمان نقراهم مع بعض نقراهم مع بعض هناك اوله صادي صادي نهاش بعيد نهاش بعيد ما هو على اليساري ها؟ على اليساري انا يعني بس ساعد فوق البيت وفوق البيت مو يمني راح خلص ابلع قامك ابلع قامك فوق الماكينة راشد وينك انت؟ راشد في ماكينة بس الشارع اوكي مو يلا خفو خفو فيتوريو بيرحق فيتوريو عجيب هذا والله بنعطيك ايجي سوى بسرعة بسرعة ترى عفسته والله عفسته والله كافو خلصت الماكينة مو خلص مو بسرعة سوي له منشن راشد وينكي؟ لا 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 على يمينك راح يكون على يمينك مو على يمينك الجهاز على يمينك لا تروح لا تروح صدي عبالي ما راح يشوفني على يمينك كات على وراك على يمينك ايه بساعد يام بساعد يام انطر خلي عزيز انطر انطر شوي شوي لا تسوي لا تساعد على طول انطر شوي انطر انطر عشان ما يرجع لك ترى ما ادري شلون قاتل اللعبه هذا ما ندري شلون بيلعب هل بيروح حق واحد ثاني هل بيروح حق راشد بعدين ساعده والله شكله بيعلقه يمي صافة طقتين وطيح طقتين وطيح صافي كمل راشد كمل كمل كليالي راشد رجع لك رجع لك يا راشد دايك دايك مسا يامي هو عندي بس رايح عند راشد رايح عند راشد لا رجع لي رجع لك جاي يفتر ها راشد خليك من خش راشد انا جام بيت البيت كبير في جدام سلطان مكينة انحش يلد انحش يلد اذا بتشيلني عشان ما اقدر اسوي منشن فبس عيلته طقني يلا طقني يا عمي انتبه يا عمي ها دمك قاعد تصير سم انت انا ميني لا دم يا عمي ما قاعد يصير سم قاعد يصير سمسم يا عيني يا عيني هلال هذا كل شيء عيني لو اقول عيني عيني يا عيني عيني بس محتار شيء غيران يا والله غيران غيران يا ولد شنو هذا مشكله مشكله السحالي لما مو غيران مو غيران يا ولد شنو هذا تعال عاد بيسوي لك اساسا سمم شفت راشد جكس هناك جكس ريميك ثلاث اجزاء جكس ريميك عزيز البركه بعد ريميك كامل كلام لا ثلاث اجزاء بعد يعني مو جزء خلاص 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 لما قبل تنزل البريسيز هذا قبل ادش السيج 2 اطلع يلا عشان يلنا عشان راح يلي راح يلي يالي 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 راشد يالي ها ما اطلع ما اوكي ما هو انا بعيد 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 حدي ما ادري تساعده ساعده واسوي بعض نهاش نهاش خلاص لا حد يساعدني اوكي اوكي ايش تمنى ايش تمنى ايش تمنى قاعد انا ادري وينكم ما ادري وينكم بحاول كثر ما اقدر اني ما يلي
مايلي والله العظيم قزرت عليه. كفو بس اتوقع الحين راح اسيني. والله العظيم قزرت عليه الحين راح يتوتر ابوه. شنو هذا سويت فيه انا؟ انتظر ترى انت قاتيبه كنا عندي انا بس الماكينه ما ادري انت وينك ايش دراني بس درت ما بكله يا ولد ايه ما حاش مدام يامي قال هذا الماكينه انا قاعد اسوي الماكينه اللي هني بالزاويه يبين اللي من فوق الله يامي حاول برجع السبراي بهي نفسي برجع السبراي شلون وش هذا يا الربع يلا يامي تكفى خلص ما نحاش هو يامي ايه خلاني مش فيه وين المكينة؟ داخل بيت داخل بيت ممكن داخل بيت ركزت عليه مالت يامي في مكينة شديك تعال هيني شديك تعال قاعد اكملها انا راشد هو خرا حاط بيرك يصعب السكيل تشيكس اركض اركض فوق اركض فوق شديك اركض فوق يلا راشد انا في مكينة عندي بعيدة فوق على اليسار تصير انت يا اخي عاوز ما وقف خلاص صادني عند الماكينة كفو حاش بيده تم حاش تم حاش منه انا كفو خرف تحت شنو يمكن يشتغل عليها قزرها والله طول ترى طولنا نقدر نخلص ماكينة بسرعة وين ماكينة هذه تحت بحاول اقلكم ها ده المكان اللي انا اشتغلت فيه تو وياهم قلت لك يامي انا ما اي حتى لو واحد ثاني يساعد يامي وانا قاعد اعدي منه انا وقع على البيت بعيد يا اخي والله العظيم قبل شيء خليته بعيد حيل سريع هو ترى يامي ماو روح حق يامي انا كاين وصلت ماو روح حق يامي بسرعه ماو مروح التف يلا يلين راشد ها انهش يلا بسرعة قبل لا يكمبر عندي نط حبيبي اوكي في باب تعال افتح باب العيسى وينك ياري وينك بعد وينك كان هني تعال هيك تعال سيدة يلا بروح البواب انا يلا بواب يمكم في بواب يمكم انا فتحت باب اللي اقرا ابعد وينك راح ادري بس وين كان فتح البوابه هذه ها افتح خلو انا نساعد عزيز والله البوابه الثانيه ذيك ترى غزي ما قاعد يسكر علي الطريق كامل تعب هي اللي داخل هني يلا يا شيخ عرب على اخر شيء راح هني راح الواب اليمين اللي فتحها عزيز ايه اوكي من هذا اللي ورا في بوابه هناك اي ادري بروح لها وانت شوف انت ايش تسوي اصعد فوق البيت راشد على الاحتياط يمسوي بوست تصعد فوق البيت اخاف يجيلك كنت اطقك هني وانا افتح البوابه افتح يلا اوف شالني خش شال يا ابي مو بخش شلون انا مو بطلتكم بوابه ليش ما طلعتوا على ما حط راي يامي ظل ليش يامي راح صح كملت ولا بقول لك ما تعدون حاش دينك حاش يا راشد تعال ثاني انا حاش راشد اطلع يا راشد هرب يا راشد اطلع سوي بوست شنو كنت تبي سوي بوست ترى حسافه اللي كنت بنقذه على بنا ما ابي اطلع بسرعه هو راح يشوفني اول هو راح يطلعني احسن خليه يطلعني وين ما جاي ولا ليش وين راح يلا طلعوا تبقى راشد ليه باكر تبقى ليه باكر
ماجي كايز اكيد سباق بالعالم هذا في حق نفسه اعطاني تروفي ولد استغفر الله يا رب تروفي من سباق قبلت يا عمي غريبة انت ما طلعت الحين في البوابة انت طايح مو لا لان راشد شاله فاحتياط لازم انطر لا ادري بس انت مصاب يعني انت مو مصاب كنت فول فول هيلث فول مهيل بس هو يا طقني بطقه واحده شالني عرفت عادي عادي يا شباب اصلا حق احسن العوائل ويت ام جوينج تو باثم جايز ويت اوكي شو بايت ويت جايز يا 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 والله حلو شو بايت اوكي مايت هاي شنو يا بريتش ولا سكوتلندي ولا شنو بالضبط سكاني الاكسنت شنو بالضبط بريتش لا هذا لما استحلوه بس العاصمة والله يا ربي يا ويلي كيف ظل طيب عيدان شخصيات ريزنت ايفل لفلهم شو عنا اولد طيب لفل يا ابو بلتاي جوجو بس اوه اراك يدش بالطوفه الصراحه اخر شيء صراحه بالقصه في شيء غريب يعني شنو بارت اي بارت بارت 9 برا المكان راح يجي فيني افرقت ما افرقت خلاص سبويلر ترى ولا شغل مو سبويلر انا سبب ما خلصت الحين تسوون لي على النايت استغفر الله ليش هذا تصليح راشد عينام كل شيء ما يطلع شو 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 اللي مو عاجبك يا حضره ديد وايت ها وده من الليدر شخصيتي لازم تختار هذا تقول لي كل شيء انا اقرر اتاكد من جامعه والله عرفت كل شيء مجامله يا ولد العاب بيجي تجرب اصوات عرفت يا ولد عيدان كل شيء مجامله كل شيء كل شيء عيدان ملك حياتي مجامله ها عزيز من احسن عندك وحش مثل جير 2 من جير 2 اي شوف صراحه انا كان عاجب القتال هذا سوى ساخ شيء زين عادي عادي اقول ولا لا شنو 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 بس بتسولف شنو بتسولف قول له سامي بس لا تقول اخر شيء وما ادري شنو لا تقول كذي قول لك سامي انا حافظ ايه لو شيء بالباخره بس هذيك اوكي زين هذا من اكثر من اكثر الصراحه البوس الصراحه ادري ليش زين اي ادري ليش بس والله بس ما اقدر اقول هذا الحين انا استمتعت فيه يعني كمتعب باجي كلهم قويين انا زي منو استمتعت فيه حتى الطريقه ليش انا فيها كان في تريك تذكر هذا مال سي 4 فاتمان والله تذكرته اللي بالثلج يطلع لك بعد تذكرته ولا فوق السطح الفوق السطح ايوه فوق السطح المتزلج يا اخي يضحك والله عجيب بس والله يا اخي انا كنت احب البوسام في جير 3 كانت فيها افكار احبها اكثر جير 3 والله اللي قوي صدق هذا اللي يعني اول واحد يطلع لك بالجزء الاول بدبابه هذا عجيب الجزء الاول يبا ساي كوماندس الجزء الاول ساي كوماندس خله بس ساي كوماندس لعفين على اغرب 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 بوس كان جير 1 وايد مبكر الفكره مالته وايد مبكر حق ذا قبل اي والله شنو هذا ما في العاب تسوي كذي لايد ليه شيء مو طبيعي اهم شيء لما طلع بغابه او ماي وايرلس كنترولر نو قوية كانت صح ايوه طلع حتى بفانتوم صدمني صغير فانتوم صغير
بس اسحبوا عليه. اي لا هو شوف في فكره بس ما قال لك من هذا، ما يقول لك من هذا، حتى ليكويد ما يقول لك من هذا، ما لان واضح يعني شيء واضح بس اي ما يقولون يعني هو يريك ان انتقام، وفكرته كان انتقام عرفت سلسله الانتقام عقوبه ماو تورفين تورفين لما تطلع السبويلرات ما يجوني بعد سبويلرات شنو؟ الشابتر السؤال واحد معلق سبويلرات الشابتر ون بيس هو كيرس واحد معلق يقول الشابتر حق الاغلب راح يصير 10 على 10 والنص الثاني 1 من 10 شنو هذا؟ الاغلب يعني شنو لوفي يعني؟ يقول لا لا قصد ان الفانز بالنص راح يصيرون ناس راح تقول 10 على 10 وناس راح تقول 1 من 10 شكل بقول اثنين عيل عشان خرب على الفون لا على حسب اذا كان والله هذا شكله زي كل نفس حكايه كريم الله يستر لا لا كريم كلهم معاجب الفان لا صدقني معناته في صدقني هو قال كذي معناته شخصيه في شخصيه صار لها شيء يحبون يا يحبون الناس اي يحبون الناس وسووا فيها شيء وناس ثانيين عكسها قرب او كل قرب هو ما في الا قرب يعني قرب او كيجي خلي موتا قاب صار له يقاب صار له يقاب يا عم اي قاب اي قاب شنو قاب ما عندي شيء تحول قرد قرد شيكو شيك قرد بوي قرد بوي من هو قرب شلون ما عنده شيء قرب اي والله يقول ما عنده شيء اي قاب اسمع قرب كلب بحريه قوه إيه ما رك شيء اكيد يمكن اقوى يمكن هو كل البحريه ايقاط فواكه ادري يمكن هو كل احنا طخ احنا فاكهه سري جايز رينتي يا شباب غير القرد الحين عندي سؤال سري بس رينتي عندي سؤال وجود فور يو والله ما يصير يا القرد شنو سؤالك سؤالك الحين النيازك ما الحين نيازك مات فوجيتورا اقوى من مات مادارا ولا مات مادارا اقوى من مات فوجيتورا شنو قاعد يدافع عن فوجيتورا يا شدينكي علمني عليه بس منو قاعد يدافع عزيز ما ادري انه فيجيتورا اصلا زي كمل السالفه شديك فيجيتورا ترى يقدر يخفي هذا يرجع النيازك يرجع يقدر يرجعهم يعني يقدر يسوي كونترات على كيف يب يعني هذا قويه والله بس انا عندي احس مدر اقوى اذا تشوف اذا بس قوه نيازك يمكن فيجيتورا بس قوه كامله لا شرينجا قوه كامله انا يب يب يمكن نيازك يمكن فيجيتورا انا عنده كاونتر بس اضخم ولا مو كنا حقت مدرا لا يقولك عنده كاونتر حق نيازك بس انا قلت لك قصدك انك تقطعهم نصين يا الهم بوسهم ثرفن وهذا ثرفن نار نيازك يا ولد ما فهمتوني انتم ابو ناج فهمني يا ولد ما فهمتوني ما راح يفهمك راح يفهمك يا زميل ايش دعوه خوفو عشان لك المره 6 ساعات من 4 ساعات كفو يعني فهم عزيز لا عن نتكلم زمان من قبل متى مره واحد ناقشنا سو يقول لي خيال ما يصير عزيز يقول لي خيال كله خيال ما يقول خيال نينجا خيال بش اسمه لا بس شنو قلت انا قلت بس اللي انت قلت عنه اللي صار انتقام احس بس غير انا ادري انت مقصدك كله عن سالفه اللي يعني نظام القتال يعني او شيء كذي شوف غير ادري راجع لك والله شيء راجع لك غير اكيد شيء راجع لي شنو هو مناقشه هي مو شنو لا مراجع لك خلاص مراجع لك لا راجع لي اذا قلت اي اسمع عزيز اسمع وين يا عمي هذا شيء عميق ما انت ما تفكر بشيء عميق انت ما مو جوي
الشيء العميق لازم تناقشه من رسام مبدع نفس ابو ناجي، عرفت شلون؟ لما تناقش ابو ناجي تفهم شيء، لازم شيء عميق. عميق. بس انت مدمن العاب، مدمن العاب ناقش عن عن انتقام وماضي شخصيه وعمق شخصيه وفلسفه شخصيه، من صدقك انت؟ بالعكس يا ولد. والله ما يصير يا ولد. اكثر سلسله يا ولد. يا ابن الحلال انا اقول لك ان المانجا شوف بما ان شدونكي مانجا كفى يتعمق ب يعني يتعمق يتعمق بش... يتعمق بالشخصيه، عرفت شلون؟ يعني يدرس الشخصيه، عرفت عزوز؟ بينما مدمن الالعاب يشوف بشكل سطحي. ما والله يا اخي اكتشفت هو مستر ما يدرسون شخصيات ترى، بس يحبون العالم والوبيس والقوه القابله يا ولد كذي. هي بس نظامهم كذي طالع هذا جوهم جوهم يعني يعني مستر مره كان يبي يدرس شخصيه هدم كل شيء هدم كل شيء درس ما بيحرق عشان ما احرق عليك شو ينكي بس ما راح اقول لا لا اي لا تحرق قال لي وجهه نظر بوروتو لما خلص المانجا هدم كل شيء هو قلت خلاص مستحيل هذا شيء مستحيل هو تناقش مستر ابدا مو فاهم تناقش مستر مستحيل حاولت انقذ راشد بس ما قدرت لا وتبي اصدمك تبي اصدمك من وين جايب تحليل التحليل ماله جايبه من ايديت جايب ايديت التحليل حقه جايبه من ايديت يا ولد تحليل بوروتو اللي جايبه مستر ايديت لا يابا من ايديت جنسي لا 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 تحرك كيف بغيتك بعيده ايه ايه بس معنى يعني لا ابي اشرح ما اقدر اشرح ايديت راح احرك لا تشرح ايديت بس الناس هذول مسوينه ما له علاقه مستر انا عارف بس انا اصلا امشي راح تكلف والشيء اللي ضحك تدري شنو؟ الشيء ذا لما مستر يتكلم بلسان الكاتب يقول لك الكاتب كان يقصد كذي سورد اوف سترينجر تذكرونه؟ ولا جايبين واحد بس ما شاء الله لا هذا يعني بروحه يعني كافي هذا كافي بروحه اي والله هذا شنو قوته عزيز عزيز شفت الباك جراوند يحركها قل لي عندك مره اي تكفى تحمسني يا اخي كذي تحرك الباك جراوند وتلف يعني هذا زين ما وشون ناروتو مبدع ناروتو مبدع بتحريك التايجتسو يا ولد هو 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 اوبيتو مع كاكاشي ايه هذا مبدع يود تحريك القتال هذا هو هو هذا هو ايه والله زين يا ولد وانتو خليك بتهاوشة مع ناروتو ون بيس وما يشير انا ما تهاوش معاهم انا ما تهاوش معاهم بناجي هم تهاوشة مع بعض هم الونابسة قاعد تهاوشة مع بعض ما لحظ اوه ولد الونابسة هم قاعد تهاوشة مع بعض ويلكم لك ميل شوف انت بنفسك تدري انك قاطع شوف انت بنفسك تدري انك قاطع حاط لياب اللي قاعد يبتر ويلكم بلاك هلا بالحبيب هلا بالمحبة ويلكم صديقي ويلكم كل يوم يالي شفت الحلقة الله بزوان عنك يا صديقي اشتقنا لك هلا بلاك شفيك حافل على الهاتف شونك شخبار خلاص كره كره ون بيس بسبت الونابس يا ولد شديك مسكين ان شاء الله تمام يا صديقي